عندنا كمان 32 منفذ متحرك بيجوب المحافظات، عبارة عن سيارات مليئة بالسلع والمنتجات الغذائية اللي بيحتاجها المواطنين بشكل يومي، بتجوب المحافظات، تنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وبننسق في ذلك مع السادة المحافظين. نحن بنبعت أسطولنا المتحرك لكل محافظات الجمهورية بيتمركز في هذه المناطق ويقدم المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية. طيب عايز اسال حضرتك عن معايير الجوده المنفذه في هذه المنافذ. طبعا زي ما قلت لمعاليكي، احنا بنجيب المنتجات راسا من مزارع وزاره الزراعه المتميزه بانها منتجات طازه، المتميزه بمنتجات خاليه من اي مبيدات وخلافه، بنعرضها للمواطنين في منافذنا الثابته والمتحركه. كمان احنا بنكتفيش بكده، احنا بنعمل ان شاء الله معرض كبير جدا جدا بيضم حوالي 30 جهه عارضه في رمضان، بيبدا قبل رمضان بحوالي 15 يوم ويستمر حتى شهر رمضان بالكامل، بيقدم منتجاته للمواطنين باسعار تنافسيه. يعني حتى وان استمرت ازمه سلاسل الغذاء اللي موجوده عالميا، واحنا داخلين على الشهر الكريم خلاص يمكن 90 يوم، كل سنه وحضرتك بخير وكل الساده المشاهدين بخير. خير. مساله الامن الغذائي مساله غايه في الاهميه، استعداداتكم ايه للشهر الكريم؟ حقيقه وزاره الزراعه منذ طوال معالي الوزير مسؤوليه هذه الوزاره وضع في امام عينه أن يكون لوزارة الزراعة دور إيجابي في محاولة رفع العبء وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، بأن يكون لها دور إيجابي وإحداث أثر معين في السوق المصري مع التواصل مع شركائنا زي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والتموين في إحداث حالة من حالات التوازن داخل الأسواق المصرية. الحمد لله إحنا السنة اللي فاتت أو السنة اللي عدت معالي الوزير تبنى مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، وتبنى عمل معرض كبير جدا كان في حديقة الأرمان، كان في أكثر من 25 أو 30 عارض بيقدمهم السلع والمنتجات الغذائية طوال شهر رمضان وقبل شهر رمضان وبعد شهر رمضان للمواطنين بأسعار أقل من السوق بحوالي 20%، وزي ما قلت لحضرتك لأن مفيش حلقات تسويقية في المنتصف، مفيش تجار. احنا الحمد لله برضك وزاره الزراعه بتملك 8 محطات لانتاج بيض المائده، كان لها دور كبير جدا في الفتره اللي عدت والفتره اللي جايه ان شاء الله، موجوده في حوالي 6 محافظات مملوكين لوزاره الزراعه، بنقدم بيض المائده باسعار تنافسيه للمواطن المصري بشكل مباشر وشكل صريح.